ماركت والمحل خسر مني ودينت بمبالغ كبيره، والناس اللي كانت دايناني اشتكوني انا وزوجتي، اتحبسنا احنا الاثنين مع بعض. وبفضل الله وبفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومبادره تحيا مصر، ربنا كرمني لما دخلت السجن صندوق تحيا مصر وقف جنبي انا وزوجتي وفك الدنيا اللي عليا. المبلغ كان قد ايه وانت اتحبست؟ انا اتحبست، انا العقوبه بتاعتي كانت سنتين، اتحبست 3 اشهر منهم، المبلغ 80,000 جنيه. كان في اصرار ان هم يخلصوا لك الدين بتاعك؟ كتير كتير، كان معايا ناس كتير بتساعدني بفضل الله، وقفت جنبي من داخل السجن ومن صندوق تحيا مصر، ناس كتير ساعدتني. جماعه بتوع السجن عملوا ايه معايا؟ كان بيتواصلوا ازاي؟ كانوا بيتواصلوا معايا من داخل السجن من جوه بالراجل شاكيني وتواصلوا معاه لحد ما خلصوا لي الدين. كذا واحد وقفوا معايا كتير، من اول سيد رئيس المباحث والسيد المأمور والسيد نائب المأمور والمكتب تحيا مصر، كل الموظفين اللي فيه وقفوا معايا. وبفضل الله ما قعدتش كتير، انا محبوس بقالي 2.5 شهر والحمد لله رب العالمين انا طالع النهارده انا وزوجتي. وبفضل الله وبفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان شاء الله بكره اول يوم رمضان اكون بفطر معايا البيت ان شاء الله. لكم ولاد؟ لينا ثلاثة. عبد الرحمن وعبد الله وليلى. ما اتحبستوا انتوا الاثنين، مين اللي كان ماما؟ ربنا يخليها لي وبابا، اخواتي ربنا يخليهم لي يا رب. عارفين النهارده مين طالعه؟ مش عارفة بصراحة، والله ما أعرفهم عارفين ولا لأ. كل واحد عنده، أكبر واحد عنده كم سنة؟ عبد الرحمن عنده 16 وعبد الله عنده 13 وليلى عندها 9. مش عارفة أقول إيه بصراحة، ربنا يخلي كل اللي وقفوا جنبنا يا رب، من أول الرئيس ووزير الداخلية محمد توفيق وسادة قطاع السجون كلهم وحضرة الضابط أحمد الحسيني اللي في السجن بتاع القناطر، ربنا يكرمه يا رب ويكرم كل اللي هنا يا رب، وما يحرم يعني أقول إيه، ربنا يخليكم. تعملون مفاجأة النهاردة أنتوا الاثنين طبعا، سعادتنا النهاردة ما تقدرش بتبني.